الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. أرحب بكم إخواني أخواتي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم حق التلاوة. نأخذ الآن مقرر التلاوة وبعده نذكر التفسير لبعض الكلمات أو نذكر ملامح للتفسير ونأخذ أهم الأحكام أو الأخطاء الشائعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طبعا نؤكد يا إخوة بارك الله فيكم عدة مرات على النون المشددة، والآن كذلك ستأتي معنا نون مشددة في هذه الكلمة إن هذا القرآن، فتغن بمقدار حركتين، تغن هذه النون هنا بمقدار حركتين، وكذلك الميم أينما وجدت في كتاب الله عز وجل كما قال الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. فالنون والميم المشددتان تغنان بمقدار حركتين. وكذلك عندنا كلمة أجرا كبيرا، هنا تنوين وبعده الكاف، والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي. طبعا عندنا كذلك كلمة أعتدنا، هنا الهمزة مرققة أ، وكذلك ننتبه إلى قلقلة الدال، الدال من حروف القلقلة وهي التي جمعت في قولك قطب جد، وكذلك كلمة بالشر ري، فنكسر الشفتين عند النطق بالحرف المكسور، وهنا الراء عندنا مكسورة فلا بد أن نكسر الشفتين بالشر. وكذلك لو وقفنا على الراء هنا في كلمة خير فترقق الراء هنا كذلك، حكم الترقيق هنا وصلا ووقفا. وكذلك كلمة جعلنا
هنا تدغم لحنا اللام في النون لحنا، هنا حكم الإظهار. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. فهنا نحرص على إظهار اللام هنا، لأن حكمها الإظهار، حكم اللام هنا الإظهار، فنظرا لمجاورة أهل النون فيغلب على البعض أن يدغمها فيقول وجعلنا وجعلنا، لا تسمع اللام. الصحيح وجعل وجعلنا، هذا بالنسبة لكلمة جعلنا، وسيتكرر معنا كذلك في كلمة أخرى جعلنا وفصلنا. نحذر من هذا اللحن عند مجاورة اللام للنون، عند مجاورة اللام للنون، لأن بين اللام والنون على مذهب ابن الجزري بينهما تقارب، تقارب في المخرج. وكذلك كلمة ولتعلموا، هنا نحذر كذلك من تسكين اللام، لا نقول ولتعلموا، ولتعلموا ولتعلموا، فهذه اللام هنا مكسورة. وكذلك ألزمناه، نفس الكلام الذي قلنا على نفس الكلام الذي قلنا على جعلنا، حرص على السكون، يعني حرص على إظهار اللام هنا. في عنقه، نظهر الهاء هنا، في عنقه كسرة مع إظهار الهاء. وكذلك اقرأ، فنقلقل القاف هنا، نحرص على قلقلة القاف كذلك. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. طبعا هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي أقوم، أي أقوم للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، يقصد هنا السبيل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام، يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباده المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به. طبعا التي هي أقوم كذلك المقصود بها هنا التي هي أصوب، والصواب هو الحق، والمخالف طبعا هو الباطل. ويبشر المؤمنين، يبشر أيضا مع هدايته من اهتدى به للسبيل الأقصد، الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم عنه، بأن لهم أجرا. وهذا الأجر طبعا قال أجرا كبيرا، أي من الله على إيمانهم وعملهم الصالحات، والأجر الكبير هو الثواب العظيم، وهو الثواب العظيم. وكذلك رزق كريم في الجنة، رزق كريم في الجنة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي الذين لا يصدقون بالميعاد، بالميعاد إلى الله، ولا يقرون بالثواب والعقاب. نكتفي بهذا القدر حتى لا نأخذ من وقتكم، ونأخذ إن شاء الله من تلاوات الآن. عندنا عبر الزوم سامي عيادي من إسبانيا، تفضل يا شيخ سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هي أقوم، أظهر الضم هنا، هي أقوم، مو ضم الشفتين عند النطق ب الحرف المضموم، تفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أليما وكبيرا، هنا مد عوض، يمد بمقدار حركتين،
كبيرا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز ممتاز. نأخذ حبيبة الطويل من مصر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالشر رقق الراء بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك ما شاء الله تبارك الله. أختكم مريم تكمل، مريم طويل أكملي. وجعلنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان إخفاء هنا نون ساكنة وبعدها السين. طائره في عنقه ونخرج في عنقه الهاء في عنقه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشورا الإخفاء نون ساكنة وبعدها الشين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. أحمد عبد الخالق من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. طيب محمود عبد الخالق من مصر، الظاهر يا شيخ عندك مشكلة في الانترنت. طيب طيب إلياس علاء من السعودية تفضل. تفضل شيخ إلياس، تفضل إلياس من السعودية. ايوه السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا بالآخرة، فخم الراء إلياس، بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه. لا لا ري 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 بالشر ري بالشر دعاءه بالخير. لا دعاءه فتحه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان هنا ضمة، نون مضمومة هنا. وكان الإنسان عجولا. حسبك ما شاء الله تبارك الله. طيب شاذة من الأردن أكملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. الضاد هنا في استطالة، فضلا فضل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. القلقلة هنا قلقلة الباء. والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك الله. أبو ماريا من العراق تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ تفضل. الله يرضى عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنون. لا لا لا. الراء الراء مفخمة. يبشر رو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا أظهر اللام واحرص على السكون في جعلنا وجعلنا نعم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لا منشورا را ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا حسبك شيخ بارك الله فيك عمر من مصر أكمل طيب من البداية عمر نعم من البداية إن هذا القرآن يهدي للتي اسمعنا من الهاتف يا شيخ اغلق التلفاز واسمعنا من الهاتف الله يحفظك حاضر تفضل ان هذا القران يهدي عيد يا شيخ عيد إن هذا القرآن يهدي للتي لا أظهر الفتحة هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما كان يسمع السكون أنا عيدها مرة ثانية وشوي شوي إن هذا القرآن يهدي لا هذا القرآن أبغى أسمعها كده فتحة إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إذا وقفت على يبشر المؤمنين تعيد ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين أغلق التلفاز يا شيخ في صوت آخر معك أغلقه وس طيب نعتذر جزاك الله خير نأخذ الآن محمود عبد الخالق من مصر اتصال تفضل يا شيخ محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر انقطع الصوت انقطع الصوت طيب أمير من العراق تفضل يا شيخ أمير تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير دعاءه بيش؟ دعاءه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير دعاء دعاء أنا ما أدري هل المشكلة في النت أو لأني ما أسمع الخير نعم ويدعو ويدعو الإنسان تفضل ويدعو الإنسان الشر دعاءه بالخير لا أجل مشكلة وكان تلاوتك يا شيخ بالخير بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء الظاهر أني عندك مشكلة في النت يا شيخ نأخذ إلياس من العراق السلام عليكم وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا عجولا عيد عجولا عجولا لا عجولا عجولا حسبك خلي والدك يكمل أبو إلياس تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم بعد يا شيخ لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما شاء الله تبارك الله طبعا كلمة فضل هنا الضاد الضاد من الضاد تمتاز بصفة الاستطالة قال ابن الجزر رحمه الله تعالى والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي فالضاد فيها صفة لا توجد في أي حرف آخر وهي صفة الاستطالة
ناخذ اياد من العراق. طيب رحيق من الاردن. رحيق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الراء مرققة بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك ما شاء الله تبارك الله. نأخذ الآن أحمد شوقي من مصر عبر الواتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طيب يكمل إبراهيم القحطاني. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك. أحمد قطب من مصر عبر الواتساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر. يكفي طبعا. بالنسبة لأحمد يعني كل الذالات عندك تنطق زاي، نقول هذا وليس هذا، فانتبه للذال، صحيح الذال وتدرب عليها كي تخرجها ذال وليست زاي. بارك الله فيك. نأخذ أبو عمر من السعودية اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا عمر، تفضل. سلامك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نور مشددة يا شيخ. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بالشر. عندنا كذلك أليما، هنا قلنا مد عوض، عوض عن التنوين هنا، فتقرأ أليما، ما الطبيعي يمد حركتين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. إبراهيم عيسى من مصر. الله من الشيطان الرجيم. نهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طيب ما شاء الله تبارك الله، لكن انتبه لكلمة جعلنا وفصلناه، أظهر اللام بارك الله فيك. نأخذ حلا من لبنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالخير وكان الإنسان عجولا. طيب الإخفاء هنا ويدعو الإنسان نون ساكنة وبعدها السين، والسين من حروف الإخفاء. نأخذ أبو عمر سمحونا بس فقط نأخذ أبو عمر. الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك الله أبو عمر من لبنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضاه، لكن حاول أنك تتدرب بكثرة السماع، وإلا إذا وجد شيخ يعني أمامك تستطيع أن تأخذ عنه القرآن تلاوة تقرأ ويصحح لك فهذا أفضل. إذا لم تستطع فحاول كثرة السماع، لأن عندك بارك الله فيك لحون جلية، يعني مثل الآن كلمة كل قرأتها وكل، وهي وكل في الموضعين، وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان قرأتها في الموضعين، وهذا لحن جلي طبعا لأنك غيرت حركة مكان حركة. وأما اللحن الخفي فعندنا كلمة النهار، هنا النون مشددة تغن بمقدار حركتين، وهذا تم طبعا التنبيه عليه كثيرا. نأخذ محمود عبد الخالق اتصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك ما شاء الله تبارك الله ممتاز. طيب عبد الله محمد من مصر عبر الواتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك. طيب الآن وقف أخونا عند ويبشر المؤمنين وبدأ الذين يعملون الصالحات، هنا المعنى غير واضح غير مفهوم، فلو وقفنا عند موضع كيفما كان في القرآن وهذا الموضع لا توجد فيه علامة من علامات الوقف فنعيد حسب الكلمة أو الكلمتين حسب استقامة المعنى. الآن نقول ويبشر، لو وقفت على يبشر وابدأ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كلام واضح، وقفت على ويبشر المؤمنين أعيد من الفعل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فانتبهوا إذا لم توجد علامة ووقفت انتبه للوقف أولا هل هو وقف صحيح وكذلك الابتداء بعده هل هو ابتداء حسن وصحيح كذلك. نأخذ عمار من السودان. الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسبك ما شاء الله تبارك الله، لكن انتبه القلقلة في مبصرة قلقل الباء هنا. أيمن عيد من مصر عبر الواتساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طبعا حسبك. طبعا أجرا كبيرا، هنا نسمع فقط الغنة أجرا كبيرا، أسمع فقط الغنة التي مقدارها حركتين في الإخفاء، الإخفاء يكون عند الحرف فتقرأ أجرا كبيرا ولا تقرأ كأنها إظهار بغنة، هنا إخفاء حقيقي. معتز موسى من السودان. طير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله تبارك الله. فقط بالنسبة لأخونا معتز كل اللامات عندك لا تظهر،
لا تظهر اللامات هنا في جعلنا، كلها اللامات الساكنة التي جاورت نون عندك مدغمة بارك الله فيك. انتبه، جعلنا فصل، فصل لسان يعني يلمس في موضعه في عند نطقك باللام، ولا تدغمها في النون. أخونا محمد العتيق يكمل من حيث انتهى أخونا معتز. طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك الله. ريان من المغرب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله تبارك الله. أريان، أول شيء لا تستعجل، وكان الإنسان عجولا، لا تستعجل في تلاوتك، اقرأ بتؤدة وتأني ورتل القرآن ترتيلا، هذا أولا. ثانيا، ويبشر، هنا الراء مضمومة بارك الله فيك. وكذلك كلمة بالشر، الراء هنا مرققة. حاول أن تسمع القرآن كثيرا، اسمع للشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، اسمع كثيرا حتى تتولد عندك ملكة تصبح إيش، تقلد مثل هؤلاء القراء وتحاكيهم في قراءتهم، ويستقيم بذلك عندك النطق الصحيح. نأخذ محمد صفاء من أوزبكستان. كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله تبارك الله. أخونا محمد صفاء، لكن انتبه يا شيخ للامات، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن اللام إذا جاورت النون مثل ما حذر منها ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. فهنا نظهر اللام، لأنه اللام مخرجها قريب من مخرج النون، فتدغم، تدغم لحنا في النون إذا جاءت مثل هذه الكلمة جعلنا وفصلنا. نرجع للزوب. يوسف إبراهيم من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان، أكمل من هنا بارك الله فيك. تمام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله تبارك الله. نأخذ زيد. زيد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أجرا كبيرا، أجرا كبيرا، أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه. الراء قلنا مرققة، الراء الآن الموجب لترقيقها هو الكسر، الراء المكسورة كلها مرققة بالشر، كل راء مكسورة في القرآن فهي مرققة. ويدعو الإنسان بالشر دعاء لا بالشر ري ري ويدعو الإنسان بالشر دعاء لا تدرب عليه يا شيخ بالشر ري بالشر لا زالت مفخمة تدرب على أكمل واصل بالشر دعاءه بالخير وكان حسبك شيخ ما شاء الله تبارك عجولة. الله نأخذ صالح عطاء. طيب أسامة من مصر على الزوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ أسامة. حياك يا شيخنا، أخبارك كيف حالك؟ تفضل يا شيخ أكمل يا شيخ. بخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك شيخ أسامة ما شاء الله تبارك الله ممتاز. طيب صالح عطاء الرحمن من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. حسبك ما شاء الله تبارك الله ممتاز يا شيخ، لكن انتبه الفاء مرققة. ف فصلناه. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونعتذر الإخوة الذين لم يسعفنا الوقت أو لم يسمح وقت البرنامج بسماع تلاواتهم، أما ونحن يعني حريصون جدا أنا والإخوة على سماع كل التلاوات، ولكن الوقت وقت البرنامج محدود ولا يسعف. نذكر بمقرر الحلقة القادمة بإذن الله سورة الإسراء من الآية 15 إلى الآية 17 من قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه إلى قوله وكم أهلكنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع ولا من اللقاء بكم في حلقة قادمة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.